يا مسيت العافية عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة دبليو تي في وطن، وهذه حلقة جديدة وإطلالة أكيد جديدة بأمسية من أمسيات هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر المبارك اللي أكيد نتقدم للباري عز وجل أن يوفقنا ويغفر إنما يعني ما عملنا من خطايا وذنوب وتفاصيل أخرى بحياتنا الشخصية. أكيد نتمنى متعة المشاهدة لكل من يشاهدنا اليوم عبر شاشة دبليو تي في وطن وليالينا في رمضان. أكيد بالبداية نوجه تحياتنا وشكرنا إلى أفران الطاحونة بغداد العرصات، وأكيد جوائزنا اليوم مقدمة للمتصل اللي راح يكون رابح ويانا، جائزة ثلاث جوائز راح تكون اليوم ويانا، هذه الثلاثة راح تكون مقدمة من مركز الكوافير بسام بغداد الربيعي، والجائزة الرابعة راح تكون مقدمة من مطعم كيلو كباب بغداد السيدية شارع قطر الندى مجاور زنود الحمداني بإدارة السيد أبو فرح. الجائزة هي وجبة فطور لثلاث أشخاص، نقول لكم ألف عافية مقدما. مشاهدينا الأحبة، أكيد عودتكم في كل حلقة وفي كل أمسية، طبعا أنا فرحان جدا بنجاح حلقة يوم أمس مع الفنان محمد هاشم، وحققت نجاح جدا رائع على مواقع التواصل الاجتماعي وردود أفعال كبيرة جدا، فهذا الشيء يفرحنا، وشكرا لكل من ساهم بنجاح هذه الحلقة. حلقتنا لهذا اليوم ما تخلو من نجاح ومن تألق ومن ضيفة تمتلك هذه الخبرة الإعلامية وتمتلك هذا التاريخ والمنجز الإعلامي الكبير. ضيفتي لهذا اليوم حققت ما لم تحققه الأخريات، لأنها تحررت من مجتمع أرادت أن تقول بإمكان الأمرأة أن تبقى بعفتها وكرامتها وديمومة شخصيتها، بإمكانها أن تعمل بالمجال الإعلامي وهي سيدة حجاب وسيدة مجتمع وبت عائلة، فتقدرين تحققين طموحك، والحجاب عمره ما راح يكون عائق. ولدت من عائلة عندها هذا الحس الفني والرياضي والشعري وتفاصيل أخرى، ابنها اليوم بطولها كنا نقول أم علي، لأن نقصد علي هذا الطفل الصغير، لكن يوم نقول أم علي، أم علي وياها عريس اليوم جايبت لنا. أهلا وسهلا بضيفتنا الإعلامية انسجام الغراوي. شكرا جزيلا لهذه المقدمة، وأتمنى أن أكون قد حسن ظن كل هذه الإشادة من قبلكم، وسعيدة جدا بهذا اللقاء. أكيد أنا كل السعيد. الله يحفظك. أكيد مشاهدينا الأحبة، رحب بالضيف الآخر العزيز والغالي، ويعتبر يمكن أول ظهور إعلامي ثنائي مع والدته، رحب بعلي الزيرجاوي. رمضان كريم. رمضان كريم عليك أستاذ، وشكرا على التقديم الرائع، وإن شاء الله تكون حلقة رائعة. يا حبيبي أنت رائع، وأنا فرحان بتواجدك لأن أول مرة ألتقي بك. الله يخليك يا حبيبي. ست انسجام، كنا نقول أم علي، نقصد علي. علي كان صغير. المدلل الصغير اللي أنت أصلاً حتى ما كنت تظهري للإعلام. نعم. اليوم علاوي عريس قاعد يمك. نعم، أنا بديت الإعلام وعلاوي كان بأول ابتدائي. والآن علاوي تخرج الحمد لله والشكر، فمسيرة إعلامية كبر بها علاوي أكيد. الناس إلى الآن تتخيل علاوي بالابتدائية. زين. ففوجئت يعني بوجودي بتخرجه، قالوا علاوي ما ندري بيه اليوم بهالعمر، الحمد لله والشكر، هي الأيام. فرحانة؟ جدا فرحانه. ابنك بطولك؟ طبعا اكيد. لا وين بطولي؟ اطول مني. اطول مني. مرات اقول لماما هواي اطول مني. علاوي يعني حقيقه انا فرحان اليوم بوجوده. شنو اليوم سعادتك وانت بجانب امك وهي سيده مجتمع واعلاميه مرموقه على مستوى العراق ولها اصداء في العالم العربي، فشعورك وانت ابن انسجام الغراوي؟ والله هو شعور كبير وشرف عظيم، يعني كانسجام الغراوي بعيدا عن والدتي، يعني هو الظهور مع شخصيه كبيره نفس انسجام الغراوي شيء كبير. زين، فرحان انت بهذا الشيء؟ اكيد اكيد. امانه؟ امانه والله. انيق جدا، من يختار لك التنسيق الاناقه كذا؟ انا ما هو كل مرات انا مثلا من
يعني اطلع للسوق اجيب له، يقول لي ماما انت ما تعرفين شنو ذوقي، فاختار الالوان مثلا غامقه، يقول ماما ما تعرفين اذواقنا احنا الشباب زي. يعني تعرفين مثلا بالنساء يعني كذا. بنت الحداثه ايضا يعني اي بس ذوقه مختلف، يعني ذوقه مختلف عن ذوقي مرات. انا اشكر على بعض الامور نتعارك مرات بيناتنا بامور، بس يقول لي هذا احلى، بس بالتالي اخذ رايي. لا لا يعني طالع على خواله، طالع على خواله اليقين. اي صحيح. تحياتنا لمنتظر. اي منتظر، تحياتنا لمنتظر. الله يحفظك. الله يحفظك. مبارك لك في البداية لأن تعلمت السياقة؟ والله شوية يعطيك سالفين نجرة شوية. اي شوية يعني أنا أسوق بشرط أنه ما يفوت من يمي لوري حقيقة. يعني أنا أضمن لك أسوق بس أدافات لوري تزق لوري حقيقة، أو إلا قاعد يمي السايق يعني ما أقدر أسوق وحدي. يعني إلا الآن أنا ممجربة. لا ما مجربة وحدي نهائيا إلى الآن الحمد لله والشكر، بالمستقبل القريب. قبل لا تدخلي المجال الإعلامي والسياسي، شيخ نرجع للطفولة. يلا. أيام رمضان شلون كانت هاي الطفولة؟ شلون كانت هاي الأجواء؟ شنو اللي ينقصها اليوم؟ والله رمضان يجمع الكل سواء كان بالسابق أو اليوم. يمكن اليوم إحنا العوائل مشتتة بسبب وجود مواقع التواصل الاجتماعي وانشغال الشباب وخروجهم وانشغالهم بكثير من الملهيات تختلف عن السابق. كان بالسابق عندنا قناة واحدة وممكن إحنا نتابعها، ماكو شيء يشغلنا، انترنت ما موجود، فتجمعنا هذه العائله. يعني عائلتنا احنا اتذكر كنا ننام يقعدونا بالسحور، الان ماكو نوم. ممكن هذا اكو اختلاف، الان نفس الجمعه ممكن اليوم حتى العوائل اللي ما تجتمع بطبيعتها بطبيعه انشغالها لكن تجتمع على مائده واحده. صحيح. في رمضان تجمع. صحيح. لكن بالسابق يختلف عندنا السحور، الان احنا عندنا الفطور مع السحور يعني متواصل اليوم. متواصل انت ما نايم، لكن قوة كانوا يقعدونا واحنا اطفال. بالضبط. اي يعني احنا نايمين يمكن على على فراشنا، ولا من السحر نقعد ثاني يوم لا نقعد زعلانين ورايجين. مثلا الوالده تقول انا قعدتك وما قعدتي، لو مثلا نقعد ناكل. انا اتذكر علاوي كنت قاعده الا الان صورته عندي ابعث لك اياه، صورته قاعد يعني قال ما اقوم صغير كان يمكن الثاني ابتدائي. اي فطيت اللفه والشاي، قال اريد لفه وشاي، سويت لفه. هو مغمض وياكل، كمل اللفه على الصبح. قال لي ماما ليش ما قعدتي على السحور؟ انا صورت موثقه حتى غاب ينكر هذا الشيء. زين علاوي، اجمل الصفات اللي تحبها بوالدتك؟ والدتي يعني شيء عظيم، يعني هي صاحبه مسؤوليات، يعني كان ماخذ اكثر من دور بحياتها، ماخذ دور الاب والام والاخو الكبير والاخو الصغير، مو بس انه حتى لكل الناس اصدقائها لهلها، فهي دائما امهم يصحونا صحوله حجيه، يعني هي كانت صغيره ويصحوله حجيه. فهي هاي الامومه تمتاز بيها اكثر شيء. حلو. نعم. صفه الامومه هذا الشيء احنا يمكن احنا نعرفه، يعني اغلب الوسط الاعلامي يعرف معالي عدد صفه الامومه، لذلك حتى يعني احنا نتحدث ويا ست انسجام نقولها ام علي نخاطبها لان حسها قريبه اكثر من ما هي اعلاميه او مقدمه. صح. او لانه البرامج اللي قدمتيها كان لها تاثير. نعم. صح، برامج اجتماعيه تقرب للناس. وتحدث عن علاوي عن الامومه، بالفعل انا يعني حتى اكو ناس اكبر من عندي، يعني مو هسه قبل فد 7 سنوات 8 سنوات اقول لها هاي امه مثلا. يعني هو يقول يابا انا مو والدك، اقول له اشعر انه انتم اولادي مثلا، قال ذولا كلهم اولاد. اي اقول اشعر باولادي، يعني عندي هذا الحنين لهذا الموضوع. فالبرامج الاجتماعيه قربتني للناس، يعني خصوصا احب كبيرات السن هواي متاثره بهم، يعني نسائنا البغداديات الجنوبيات، يعني تشعر عندهم هذا الحنين، هذا الدفء، صله الرحم، الكلمات الحلوه بها نغم يعني تقربك. يعني اليوم يمكن افتقدناها، لكن نسائنا الكبيرات لا. حتى وانت كنت بالعمل السياسي ما تركت الاعلام ابدا. ابدا. انا دائما اقول الاعلام اولا، لان انا اليوم تعرف الجمهور الاعلامي هو من دعمني حقيقه. يقولون الاعلام دعمك؟ نعم دعمني الاعلام، القرب من الناس، خدمه الناس، انا اكمال مسيرتي. انا يعني حتى يعني في اكثر اللقاءات يسالوني ليش، اقول مثلا انا برنامج انتي كان برنامج اجتماعي، يسالوني يطلبون عندي طلبات، هسه كمقدم برنامج يمكن تردك كثير من الاتصالات، يا بري الثلاجه، يا عندي فلان بالمستشفى ممكن مساعده، اللي تقدر تساعد بيه ساعد، كأمور ما انت مو قادر عليها. ما ممكن انه تدق باب وزير، لكن انت من اليوم تروح كسياسي نائب مدير كذا، ممكن انه توصل صوت الناس. الحمد لله اللي قدرنا نساعد بيه قدرنا، الحمد لله والشكر. الحمد لله، ان شاء الله وفقتي بهذه الحمد المهمة. لله. شنو اكثر شيء زعجك بوالدتك؟ طباع، صفات معينه، اشياء، شيء امانه صارحني. شوف هو مرات الحرص الزايد
هو هي نقطة إيجابية يعني مو سلبية، بسبب إنه هي فاهمة أكثر منه وتعرف الغايات وتفكر للبعيد. فأنا مرات شغلات الريتها هي تقول مثلاً لا أنا شنو نضوج نموت. زين شنو يعني اعطيني اعطيني فد آخر موقف. آخر موقف؟ إيه قوي. أبدي. احكي لي فد موقف. تقدر تحكي. موقف يعني مثلاً أنا كنت لاعب منتخب أشبال وناشئين وهاي. زين. فوصلت لسادس إعدادي. فبسبب الالتزام بالنادي وكنت بنادي الزوراء والتزام تمرين يوميه فما اواظب بين الدراسه وكره القدم. فطلعت دور اول دور ثاني بالانجليزي. زين انت وياي يعني خلينا نتفق بعض الموضوع. دور ثالث صادف ويا البطوله. ما يداوم عده بطولات يعني. دور ثالث صادف ويا البطوله. ايه جاي اروح البطوله قالت لا لا السادس لا شو اسمه تروح بعد هذا هو. اي قلت له تنتهي علاقتي بيك سيف حد بعد لا يعني دراستك. قلت له ممكن انت تكمل. قال ماما فرصه حياتي هاي. اي صح. اي والا الان هو لحد البارحه يقول لي ماما نوم بخليتك. طيب بس انت اليوم ما شاء الله يعني الحمد لله وشكرا ماشي بطريق حلوة الى المستقبل. ست انسجام واحده من اخطاء حياتك هو الدخول الى المعترك السياسي. تعتقدين هذا الشيء انه خطا كان؟ لا الدخول الى عالم الاعلام. خطا؟ نعم. ها؟ بالنسبه لي امانه؟ اي امانه. مو خطا انه انا دخلت الاعلام والاعلام شيء غير جيد. ندمانه؟ اي ندمت كثير طبعا. ندمانه لدخولك العمل الاعلامي؟ نعم. وانت اليوم واحده من اهم النجمات؟ طبعا هي صحيح وياكم الان ما اقدر اترك يعني بدمي يجري الاعلام. لكن لو رجعوني قبل سنوات كنت بعقل هسه ما ادخل الاعلام. اي تدري ليش؟ لان بعدت عن اولادي هواي. يعني فتره من الفترات كانوا صغار يعني يمكن انا قصرت بحقهم فتره من الفترات بحكم العمل. ايه بحكم الالتزام وكنت مغمضه فتحت من دخلت الاعلام كنت يعني ارى الناس كلهم طيبين الناس كلهم صادقين الناس كلهم ما يكذبون امراه مغمضه بس من دخلت الاعلام فتحت عيوني. وبعدين من دخلت السياسة لا الغشاء وكل انشالت يعني شوف الناس على حقائقهم ومن تشوف الناس على حقائقهم تتألم. تمنيت أبقى أكو طيبة بسذاجة ذيك الطيبة اللي يعني يعني مو هواي تعرف الناس. كنت أتمنى أبقى بذيك الطيبة حتى ما أتألم فقط. أم علي إذا تسمحي لي هذه كاميرتك الميديوم أريدك تدعي لي خبر صوت أخباري. الخبر يقول ارتجالي طبعا نعم. تدعين الناس الى حفل زواج ابنك علي. نعم. بالتاريخ والزمان والمكان. يلا راح ادعو باسم عشيرته مذيعة الاخبار. نعم. مذيعة الاخبار. تدعو عائلة آل غرة وآل زيرج لحفل زفاف ابنهم علي الزيرجاوي في يوم الخميس المصادف كذا كذا من سنة 2022. فأهلا ومرحبا بكم. وسيتم هذا الحفل بحضور منو؟ بحضور جمع من الأهل والأصدقاء ولا سيما الأخ محمد الأفندي. جنن. تنتظرين هذا اليوم علي اللي بتزين برقيات دعوة لزميلاتك وزملائك؟ أتخوف أنا يعني يعني أفرح أكيد لكن أتخوف من الجاي بحكم إحنا اليوم نصادف كثير من المشاكل يمكن بعوائلنا بالمجتمع بالحالات اللي تردنا من كثير من الأمهات من خلال تسليطنا الأضواء على الحالات الاجتماعية في برامجنا كثير من الحالات بين العمة والجنة والابن والأم وهذه الخلافات. يعني أحيانا أنا أفرح اليوم ابني زوج اليوم قبل باكر لكن أتخوف على حياته المستقبلية يعني تمام. كثير أقرب الصديقات إليك اليوم بالحياة الخاصة بعيدا عن الإعلام بعيدا عن السياسة بعيدا يزعلون هواي الصديقات المقربات عندي يعني يزعلون يعني من أسماء معينة من أذكر واحدة تزعل الأخرى يعني جيران كذا هذه عندي طبعا هم يعرفون هسه إذا يشوفون يعرفون علاوي ابن انسجام الغراوي عندي عصفورة شوي خلني شوي نتعرف عليك أكثر. علاوي عندك قصة حب صار لها 4 سنوات صحيح. انت اولا يوم ايش قد عمرك؟ انا عمري 22 سنه. 22 سنه كان عمرك 18 سنه تقريبا. وانت دخلت للحب ومعلومه تقول انه الوالده مأيدتك على هذا الاختيار. سولف لنا بعدين اسمع رد الوالده. شوف هو الحب بهذا وقتنا لا عيب ولا حرام اذا كان الاختيار صح. اذا كان الهدف زواج. اذا كان الهدف زواج مثل ما تفضلت الوالده صح. فاحنا بهذا وقتنا يعني حتى اللي يحب والمتزوج شنو المتزوج ما يقول انا متزوج ولا يقول انا احب.
فهو لا عيب ولا حرام، والوالده ايدتني لان اختيار صح. يعني اذا كانت كل النواحي الايجابيه موجوده بهاي البنيه فليش لا، ما بيها شيء. حلو. نعم. زين. انا اريدك توعدها بالزواج. هي لعبة. هذه كامرتك. توعدها. يوم راح يشاهدك. هو وعدني قبل لا يوعدها. ها وعدني. طبعا. يلا وعدها. هسه تشاهدك 100%. هذا هو نتزوج بعد 10 سنوات. ام علي تتذكرين اول لحظه لما عرفتي انه هو بالحب؟ والله هو ما فاتحني يعني بالموضوع، انا علاوي يعني حتى شلون كشفتي الموضوع؟ ها علاوي اصلا انا ما جايبت له موبايل يعني لحد ما يمكن صار بسادس اعدادي. ما شاء الله. اي انا بنتي الان بالسادس ما عندها موبايل، يعني لا عندها موبايل لا عندها مواقع تواصل اجتماعي ابدا، فيقولوا لي انت معقده، اقول لا مو معقده، احميهم من نفسهم. فبس بالسادس بالخامس يمكن بالخامس عنده هذا الموبايل شو يسمونه؟ صابوقه ما اعرف شو يسمونه. صابوقه فقط يخاف. انا ابدا ما افتش حقيقه، بس هيك يعني صدفه فتحت. والله شفت رسائل، بس رسائل يعني شفتها محترمة، يعني صباح الخير صباح النور، يعني بين البنت محترمة. زين. أنا ابني لا بحياتي. أنت سامعة شو يسولفون؟ لا سامعة. ها. هو يعني كتوم والله العظيم، أجي أطب له الغرفة لا أشوفه نايم، لا يحكي مثلا بالتليفون يوم بحياتي، لا أشوفه مثلا مو واضح عليه علي. أكو مرات إنسان أشوفه دايخ صافن كذا، أبدا وما متوقع. انصدمت. تربيتك صحيح. قلبي قام يوجعني يعني. لكن من عرفت البنيه يعني انا فاتحتها يعني يعني هي الان هم مخطوبين يعني، لكن شو خطوبه يعني كلام. انا سالته قلت له هذه البنيه انت تريدها زواج ماما؟ حلو. حقيقه قال لي اي زواج. انا شفتها البنيه وقعدت وياها، احيانا حتى من يصير سوء تفاهم يعني بيناتهم انا ادافع للبنت اكثر منها، يقول لي انت امي لو امها. تغارين؟ اغار على منو؟ من حبه لها؟ لا ابدا انا يعني ادافع لها. ابنك حبيب قلبك. مو هي تحبه اكثر ما هو يحبها. اها. اي نعم، صحيح علاوي؟ مضروب. لا هو هم يحبها بس البنت تبين اكثر. اكيد مشاعرها دائما واضحه. الله يوفقها، بنيه مؤمنه مثقفه، يعني ان شاء الله تتخرج بعد كم سنه ان شاء الله تعالى وتحبه، هاي اهم شيء تحبه وتحترمه. بالزواج بعدين انه بصير عمه وكنه ام علي. لا هو ما يقعد يمي. شنو؟ من هسه باي باي؟ لا لا حتى ياخذ راحته. انا اشوف الابن اليوم اذا يطلع يعني خارج البيت هي المراه تاخذ راحتها والابن ياخذ، يعني حتى لو الام كانت مثقفه ومتفهمه ومتفهمه يجوز مو انا يجوز هو مرات يصير عصبي عليها انا ما اقبل. بالضبط. فليش نتدخل بيناتهم؟ هو ما يقبل يقول لي لا ماما انا وياك، هو اخو ابني الوحيد. اقارب لو غريبه؟ لا غريبه. غريبه لو كانت بنت اختك كذا ما اعرف شنو راح تعزليها؟ اي نفس الشيء. لا انا مو اعزلها. بالعكس اليوم النساء هي تريد تفرح اذا تقعد وحدها. صح. حقيقه قبل كان صعبه لراحتهم لبسهم اكلتهم شربهم قعدتهم. صح. يعني حتى لا يضايقون خو البيت مو اني بي هم بي خطار ورايح وجاي يعني من هذا الباب. راح تهلهلين بعرسه؟ ما اعرف اهلهل. ابد؟ ابدا. ابنك؟ ما اعرف والله هلهل. ابنك؟ الا هيك اسوي. يلا ما يخالف هيك تجربه. تجربه عرس ابنك هذا. يوم العرس من تجي شوفني. يلا. نرجع على ام علي. اي نعم. ام علي العائله. نعم. شو تعرفتي على ابو علاوي؟ ابو علي يصير اخو صديقتي. اخو صديقتي. اخو صديقتي، فاجتني فاتحتنا بالموضوع، تعرف يعني بال 99 بال 99 اها بال 99 فاجوا الوالدي يعني هو واخوه كذا وافقوا تعال شوفي وسلم عليها وكذا وها. ما كان اكو بوادر علاقه حب؟ لا احنا تواصل احنا رسائل قبل كان هذا الارضي؟ احنا بعائله ملتزمه يعني وما كنا نطلع ترفض هذا الشيء. يعني مو بس ترفض احنا ما يعني احنا مقيدين بقيود يعني عجبت ببنت الناس خلاص روح دق الباب وخذها. كانت الاخت تخطب والام تخطب والجيران تعرف احنا من باب الاعراف والتقاليد والالتزامات العائليه. نعم. قد ساهم ابو علي بنجاحك بالحياه؟ حقيقه بالحياه الاعلاميه تقصد؟ بالضبط. كان داعم حقيقه يعني حتى في بداياتي انا سويت استخاره حتى ادخل عالم الاعلام وطلعت استخاره جيده وكذا. تمام. فهو شجعني حتى يعني انتقلنا الى هم بيتهم في المجمع السكني النفطي كان يعني بعيد عن تمام العاصمه يعني وسط بغداد فانتقلنا الى بيت بوقتها اهلي كان عندهم بيت
فارغ وقعدنا بي يعني وافق انه ننتقل دعمني الحمد لله. ابو علي كان زوج حقيقي لانسجام الحقيقية. شلون يعني زوج حقيقي؟ زوج حقيقي ابو اسرة ناجح طبعا. اكيد اكيد رب اسرة ناجح ولا ما يطلع علاوي وعلا الحمد لله والشكر. راضي عليه انت؟ اكيد. وهو لا تخلو يعني العوائل يعني من اشكالات وخلافات مستحيل. كلها متين من عدم متين مستحيل من عدم. يعني خصوصا المرأة العاملة لابد انه يصير عندها تقصير في جهة او الرجل يبدي يتحجج لان المرأة تطلع وتسافر لمحافظات. انا ايضا كان برنامجي محافظاتي يعني اكيد يصير اشكالات لكن نتجاوزها الحمد لله وشكر. الانسان كل ما يتقدم بالعمر كل ما يتجاوز الاشكاليات اكثر. فاكيد كان نتعرف شنو بعد عندك شوي علاوي؟ شنو عندي؟ اطفال عندي علا علا وعلاوي وزهراء عندي وزهراء أيه. الله يحفظها الله يحفظك الله يحفظ. الله يخليك. علي اليوم نشوف اكو برامج او تحقيقات استقصائيه او تفاصيل مبنيه على احراج المراه نعم لاجل جذب المشاهدات نعم او استفزاز الضيوف نعم او هذه التفاصيل. شلون ممكن تواجهين هكذا مقدم برامج؟ انا اتصور يعني واجهت مقدمين كانوا يحرجون كثير من النساء لكن ما احرجوني. سالت بعض المقدمين اللي انا اللي ما يحترمون ضيوفهم لان انا اليوم من الضيف جاي لقناتي المفروض احترمه واقدره خصوصا المراه. المراه ليش يعني مو كل يعني مسويها كلها عيوب. انت اليوم هذه اعلاميه وهذه هاي فنانه انا ليش اتدخل في امور اخرى؟ انا اسالها بنطاق عملها تمام. لكن هذا اليوم يريد ينجم على حساب خدش وجرح المرأة فقال لا احنا معي. المرأة يجوز تجينا فنانة واعلامية هي تتقبل ندري بها فاحنا طبيعي لكن تجي امرأة لا هي تفرض يعني علينا احترامها شخصيتها واحترامها. ما اعرف احرجني هذا المقدم بهذا السؤال فما صور انه امرأة تقبل انه اليوم أكيد. تجرحها وتحرجها. شنو اللي تغلب عليك في الحياة؟ قلبي اي قلبي هواي يعني يتغلب عليه يعني دائما اريد اقويه اريد اقوي عقلي على حساب قلبي ما يقوى مشكله هذه. خدعتي لو خدعتي انخدعت انخدعت اي طبعا هواي بالاقارب يعني اقارب وغرباء اكيد اي طبعا اكيد تمام. علي انت من هواة الشعر نعم وانت من عائله شعريه نعم ممكن تقدمين برنامج شعري في يوم من الايام نشوف نعم. انسجام الغرابي بمحطة مختلفة يمكن انا علاجي ايه منبه علاجي زين فاسوي له ايقاف. وين العلاج موجود؟ بالبيت بالبيت نعم لو كان موجود امانه كان جبت لك العلاج. الله يحفظك الله يخليك. ممكن تقدمين برنامج شعري؟ انا احب برامج الشعر جدا يعني وهواي علاقتي بشعراء طيبة. من اللي يستهويك اكثر؟ الله يرحمه كان جبار رشيد بعد ايهاب المالكي يعني شعراء عمالقه حقيقه. نسمع شيء منهم علي؟ ما احفظ. وانت دائما تقرين لاهل البيت يعني اسمع انه عندك بس ما احفظ انا هاي مشكلتي مثل والدي شي. والدي يكتب الشعر زي. ما يحفظ يقول انا مشكلتي لو اعرف يعني اوراقه دائما بجيبه ابدا ما احفظ ابد ابدا. زين علاوي دخلت في مجال الرياضه نعم حرفه لو واسطه؟ لا حرفه امانه والله خافين انا حتى انا ما اذكر كدا. اسم والدتي يعني بالمجال الرياضي باي مجال. هسه انا تخرجت هالسنه اصدقاء انصدموا انه انسجام الغرابه والدتي يعني من اجيت التخرج تفاجئوا انه انت امه ابدا اي نعم اي سولف لنا شلون تفاجئوا وشلون كانت يعني ردود الافعال لما عرفوا انه انت ابن انسجام. ها دخلت لك اللي يعني جاي اسوي لهم مكان كانت كليتنا شويه ضيقه فجاي اسوي لهم مكان لعائلتي بالكافتريا يقعدون فسويت مجال لوالدتي قالوا منو هاي البنيه؟ قلت لهم والدتي قالوا تشاقه. خلي نشوف هذا الفيديو. اكو فيديو؟ تمام. حبك ما قلت يوم احسها شويه مو كافي من يعطينا مخلوق حضره حضنك الدافي انت سلطان بزمانك ما حد يعوض مكانك ماكو بالدنيا بحنان. قوم ام علي معلي اريد اشوفكم وانتم واقفين. يلا لا اطول مني يلا عانقها حبيبي ماما الله
شو تقول لها؟ اوقف اوقف، شو تقول لها؟ شكرا لان خلتنا خوش وليد، الناس تمدح بينا، العالم تذكرنا بالطيب والخير، الحمد لله والشكر على هاي التربيه. راضي على اللي انت هسه وصلت له؟ الحمد لله والشكر. ونطمح للمزيد. والله والله. يلا بوس راسها قدام المشاهدين. حبيبي ماما حبيبي. الله يحفظها لك ان شاء الله. والله يدينكم. الله يحفظك. ام علي انت، انا اللي اعرف انه انت عندك مشاعر، شلون تحملتي هذا الموقف؟ اختنقت هسه. تحملتي هذا الموقف؟ والله انا بكيت وهو على المنصه يعني من دا ياخذون الصور، بس ما حبيت يعني اخرب فرحته يعني. ما مصدقه انه ابني كبار ويعني قدام عيني. الحمد لله والشكر. الله يوفقه ان شاء الله، اتمنى له كل الخير يا رب ان شاء الله. الحمد لله. دائما يسالوك يعني ما اعرفه كانما صارت تركيه، وين ما ترحين هي وياك؟ على الاشاعات؟ لا، سؤال البيت والايجار. موتوني والله العظيم هسه الحمد لله بنيت بيتي. قال ضوجك هذا الموضوع؟ والله شو يستغربون يعني، ليش يستغربون؟ يعني عيب مثلا اعلاميه او برلمانيه؟ انا من ليش انا اعلاميه من 2006 لحد ما انا برلمانيه، ليش الاعلاميين ما يستلمون رواتب؟ اكو رواتب، تعرف احنا قنوات بها رواتب عاليه ورواتب بسيطه، يعني ما كنا نستلم رواتب عاليه حتى انا اقدر اكون نفسي عائله واطفال ومدارس وبيت ايجار، يعني ما تقدر، يعني ايش قد راتبك حتى تقدر تسد الحاجه؟ وانت من تصير اليوم برلماني هيك يعني تبي تصير برلماني رئيس، يصير عندك بيت؟ ومن يصير عندك بيت يشكلون عليك، ها شو صار عندك بيت؟ ومن ما يصير عندك بيت ليش ما صار عندك بيت؟ بالضبط. رح تحتار يعني. فبالتالي يا شماعة. لا الحمد لله والشكر عندي بيت وبنيته وقعدت الحمد لله والشكر. خلي الانسان مو يبقى طول عمره بالايجار، اكيد يكون نفسه شوي. أكيد. شوي أكيد. الحمد لله. على الاقل يحس انه التعب اللي تعبه على مدى الحياه. طبعا اكيد. أكيد. تحسين هذه الاسئله يعني ممكن هي تدخل بخصوصيات الضيوف؟ والله تقريبا يعني انا شنو يهم المقدمه اذا انا قاعده بيت ايجار او بيت ملك؟ ما راح اخلي شيء في شنو راح يضيف للجمهور اذا انا قاعده بيت ايجار او بيت ملك؟ هو يريد يعرف، يريد يعرف علاوي، يريد يعرف علا. بس شلون اسئلتك الحلوه اليوم؟ مو يعني مو اشاده بس هاي حقيقه. زين اكو اسئله الجمهور يرغب يعرف، العائله يعرف شنو اهوائهم، شنو الشيء اللي يحبوه، شنو الشيء اللي يطمحون اليه. هاي بالضبط. هاي الاسئله بالضبط. الحلوه. وبالنهايه ممكن تتحقق مشاهدات. نعم اكيد يعني انت ممكن تحقق مشاهدات. كل توفيقات الهيه، ثق واعتقد، توفيقات الهيه. وهذه طبعا دائما توجيهات اداره القناه، انه احنا تحياتنا للاستاذ سجاد السوداني والاستاذ انمار وكل انه احنا دائما نعتمد على الاشياء الايجابيه. نعم. والمحتوى الايجابي واللي يقدم اشياء هادفه بالمجتمع، والحمد لله ده نشوف كل برامجنا صاعده وده توصل ومشاهدات بدون اسفاف. فانت تقدر تحقق مشاهدات طبعا. انت تقدر كثير من البرامج المحترمه اللي تحوز على متابعه الجمهور كثير. بالضبط. نعم. نكران الجميل، انت تشكين من هذا الموضوع هوايه. طبعا. ليش؟ وين رحت على نكران جميل؟ شهقه. اي والله يعني هواي قدم للناس، مو شرط التقديم المادي. انت نشرتي مقطع ايضا. اي مو شرط، يعني احيانا نقول لك ينكر جميل، مو شرط اللي انطيته ماده. لا، ممكن اللي وقفت وياه بكلمه. اللي بموقف. بموقف. اللي بشده. زين ينكر جميلك، يعني انا اريد اعرف ليش. يعني احيانا اتساءل اقول ليش هذا الانسان اللي تمد له ايدك، اللي تفتح له ابوابك، اللي تتعاطف وياه، ينكر جميلك؟ هو ما تري يعني، انا ما اريد منك انه انت تقول لي شكرا. ولا اريد منك انه انت تقول بارك الله بيك وكذا أذكر. ولا تذكر. ها. بس لا تحشي علي بالسوء. لا تطعن بي. ولا تطعن بي، وانا بعيد مثلا لو انا كنت استحق هذا الطعن، لا اطعن، انا استحق. انا استاهل، لكن اذا انا ما استاهل وانا زينه ليش؟ بالضبط. لكن ما اعرف هو هذا، اتقي شر من احسنت اليه. هو هذا بالضبط. وهذا يمكن هاي صار ديدن الناس نقدم لهم الجميل. علاوي انت خجول؟ اي شويه. اي شويه. خلي نسولف على ان انت دخلت بوسط اصدقاء وشباب وكذا. نعم. شو تختار اصدقائك؟ شو تختار اللي ينفعك؟ شو تختار انه هذا صديقك؟ ايه والدتي تكون راضي علي، ايه والدي يكون راضي علي. فسولف انه انت اليوم شاب ومسؤوليه، وانت اليوم على باب الزواج، فاكيد عقلك نضج اليوم خلاص. انا اصدقائي، انا كل
يعني شلون اقول لك، يعني انا مصاحب الزين ومصاحب المو زين ومصاحب اللي يصلي ويصوم ومصاحب اللي يشرف، كل واحد تعامله بالطريقه اللي هو يتقبلك بيها، شلون نقول عقلك وياه، شايفت؟ فبهاي الطريقه حتى ما تفقد اصدقائك، مرات اصدقاء بمرور الزمن راح يتغير انه ياخذوا اصدقاء سوء هاي، بس يبقى الانسان الناضج ما راح يغير، انا شو ما يتاثر، ما يتاثر باصدقاء سوء، يميز الزين من الصح من الغلط، فما ياثر عليه. اعظم نصيحه سمعتها من الوالده؟ اعظم نصيحه الكاتبه لك الله ما يصير غيرك. الله، اي والله الله، صحيح. دائما اقول دائما ينقهر على امور فاقول له ماما ربك اذا كاتب لك امر يصير لك يصير لك، ابدا لا تنقهر، لا تنقهر على الشيء، يعني دائما كن مسلم لامر الله، مثلا تجيك فرصه وتضيع قول الحمد لله والشكر، ربما رب العالمين كاتب لي فرصه افضل، لا تقول ليش الله هيك سوى، احيانا ما كان العتب على رب العالمين، لا خطا، كن مسلم ربك يجوز هذا الطريق مو امان، انت ما تشوفه، ما تشوف ورا الحائط شنو، رب العالمين هو اللي يشوفه. بالضبط، دائما حتى يعني من كل على مستوى الاصدقاء ونسولف اكو شغلات يعني استفز بها اصدقائي، يعني بصبري بشغلات معينه، او الثقه برب العالمين. طبعا حسن الظن بالله. نعم. علاوي ايدك تذكر لي شيء انت مسويه وهي ما تعرفه؟ يا ويلي، اول مره تحكي امانه. لا هي للاخير تعرف، اعطيني فشي والله كلن تعرف. اكشفها للاخير؟ لا هاي يمكن سر، انا انكشف، انا ما يعني ما عندي شيء. لا بس هو هذا اللي كشفه لو اكو امور، كل الامور اكشفها. اي كله كله ساعدني. اي والله اعطيني شيء انه هي ما تعرفه، فشي ماكو والله كلن تعرف. ثق محمد، اقول لك شيء هسه يمكن هو يحكي. كل الامور ممكن يضموها علي، يعني انا مو هواي انتبه لان انا مشغوله وكذا، بس ما تفوت، فرب العالمين يخليها قدامي. أيه. اكشفها، يقول لي ماما سبحان الله انت كل الامور تكشفيها. اي صحيح والله. رب العالمين. زين، من عمر الشاب اللي عمره 14 الى 18 الرجل يخون، حسب ما انت قلت، شلون حكمتي على هذا الخيانه؟ الاغلب الاعم يعني اكيد، يعني اليوم لا يخلو شبابنا واهلنا ابائنا اخواننا من عدم الخيانه اكيد. انا اقول الاغلب الاعم انه يخون، لان انت تشوف اليوم، انا بحكم اليوم تواصلك مع الاهل، تواصلك مع الاصدقاء، مع الجيران، مع زميلات العمل، مع زملاء العمل، بحكم برنامجك، المشاكل اللي تردك على مواقع التواصل الاجتماعي، اغلبها خيانات. عشتي تجربه الخيانه وحكيتي بهذا الموضوع؟ ممكن، ماكو امراه ما مرت بتجربه خيانه، يعني حتى لو يعني انا مره كشفتي فد يوم؟ يا من كان شباب، بالبداية؟ من كان شاب، يعني رسائل هاي ممكن، يعني هيك تواصل، تواصل الاجتماعي. علي تكشف عن خيانه زوجها ابو علي. لا ممكن مواقع التواصل الاجتماعي. أي. كذا هاي بالبدايه، اي زميلات عمل ممكن، اي بالبدايه، بدايه. ايش كانت تفعلك مع علي؟ زعلتي ورحتي لهلت؟ بحياتي، اي بحياتي ما زعلانه ابد، اذا اريد ازعل ازعل من الغرفه للهول او من الغرفه للغرفه. لا شلون 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 يعني شنو تسوي بعد فعل؟ اني يعني اواجه اي مشكله بالصمت، اصمت. يعني حد ما يجي رجل معتذرا، هو يعتذر اكيد، بس اني ابقى يعني اخذ فتره يعني اقارب نفسي، يعني هذا ياخذ مني ماخذ اكيد. اذا سؤالي مرأة حساسه والله، الخيانه موجعه. بالضبط. دير بالك محمد تخون زوجتك حقيقه، والله حتى لو برساله، شوف يعني هوايه موجعه من المره تشوف، يعني اولا تشعر بالنقص، تشعر بالاهانه، تشعر انه هي مقصره حتى وان كانت مو مقصره، والله تشعر انه هي غير جميله، لان المراه هي تقدم كل شيء، ليش تخونها يعني؟ المراه يعني يعني هذا رساله لزوجتك او لكل الزوجات، يكفي انه هذه الزوجه عاشت وياك حلوك ومرت عندك ما عندك طبعا. اليوم اكلك لحم، باكر اكلك فلافل، ما اعرف شنو، عاشت وياك هاي ظروف الحياه كلها. صحيح. فانت تجي بلحظه انه انت تخونها، ممكن كنا نوقع بهذه الاخطاء، لكن ما يشعر بها الرجل، ثق محمد، تمشي صح. الرجل ما يشعر بهذا الالم، يعني وجع الخيانه الرجل ما يشعر به، لان هو ما مجربه. بالضبط. اذا جربه بالمراه يذبحها. بالضبط، وهذا حقيقه يذبحها. اذا الرجل اكتشف زوجته ما يتحمل يمكن ثواني، اذا يشوف عندها رساله شنو يتركها؟ لا طبعا، لا والله العظيم، وهاي الجرائم لسه. زين هذا الوجع يعني كوني قدره، خليك انت بمكان هذا المره، فتحيه لكل امراه، تحيه لكل زوجه، تحيه للنساء الصابرات على خيانه ازواجهم. اي والله، والله العظيم، والله العظيم صح. عندنا مجموعه صور ام علي، اريد تتفضلي. نعم. مقطع، تفضلي ام علي. نعم تمام، شوي تقربوا بعدين. نعم. شنو تتوقعين ام علي؟ ما اعرف والله، يلا نشاهد.
اخواني الكبار اللي يحبني تحياتي لكم، تحبوني وتقولوا لي عدل اسئلتي وشلون ما تعرف تخبز. يلا زين انا على ايدك على ايدك بسرعه. اليسرى ما اعرف انا اليمنى باليمنى على هاي. آه بسم الله يا الله الله عافيه الله وعلى حب بساطه. يلا هذا فيني زين. اه يا صديق هذا خبزه راح اصورها. شنو؟ راح اصورها. هواي احب الجنوب. يعني انا تمنيت يكون اسمي جنوب. يعني احيانا يسالوني اولادي اذا ما كان اسمك انسجام شنو تتمنين؟ جنوب. اقول اتمنى اسمي جنوب. الله. على الرغم اني والدتي كرديه. كرديه؟ اي والدتي كرديه يعني ما متعلمه يعني حتى الكلمات الجنوبيه، لكن ببيتهم ام والدهم تحكي هاي الحسشة يعني فتعلمتها. والدي ببيتي يعني احلى الحكه الجنوبيه البصراويه. هواي احبهم يعني احب الشيله يعني هالفوطه الجنوبيه كلش احبها. نجي نعلق بعدين نشوف هذا الفيديو. نعم هاي بالبرلمان العراقي. صورة هذه. نعم بالبرلمان. هاي كانت صورة جماعية. زين. أني وبعض الزميلات لكن قاصيها ومطلعين صورتي وحدي. فقط. نعم. تمام. نعم. شنو تحكمين على هذه التجربة معلي؟ والله أشوفها تجربة جيدة في حياتي، يعني إكمال لمسيرتي الإعلامية. اليوم هو ضوء العين، اليوم أنت من تدخل هذا المسار السياسي تتعرف على كثير من الأمور، تتعرف على هموم الناس أكثر. تتعرف على أخطائهم أكثر. اليوم كثير من العقبات ممكن أنه تتجاوزها يكون عندك هذا الفكر السياسي، هذا الاطلاع السياسي اللي أنت يمكن يعني ما متطرق له أنت بعالم الإعلام. بس أنا ما أريد أشوفك بعد بالسياسة. إحنا نحبك أم علي إن شاء الله. بس أنا على الرغم من دخول السياسة يمكن بقيت ويا الناس. بالضبط. أي نعم. المرحوم الله يرحمه جبار رشيد أخوي وعزيزي، وأنا الحمد لله والشكر يعني حتى بدفنا انا وياهم يعني اثناء دفنه كان ويانا اخ يعني وهو ايضا كان شلون انت هسه تقول اريد اشوفك يعني الله. فقط اعلامي كان يقول اريدك فقط اعلامي. كان عندنا جروب خاص يعني توزيع سلات غذائيه وكذا كان دائما يداعب باهل منطقته. شلون تلقيتي خبر وفاته؟ والله انا بالبدايه بالمستشفى اتصلوا بي كان بالعلوم العصبيه وغيرها والنقل فكنا وياهم متواصلين. تمام. تعرف ينقلون من المستشفى الى مستشفى واخواني كان منتظر وعلي ومحمد وياهم بالمستشفى. تفضلي. نعم. نعم. بعدها ثاني يوم طلع هو طالع للبيت جبار قال لي امشي المستشفى قال لي اريد اروح اشوف امي. زين. احنا رحنا له للبيت. الله. اي يعني ثاني يوم احنا رحنا له للبيت. انا شفته يرجف الله يرحمه جبار. فأنا أشر لهم هم قاعدين أقول لهم يعني جبار الله يرحمه يعني أقول لهم مو زين أخذوه للمستشفى يعني وقف دناخ الصورة فقال للأمة قال تعالي ما أخذ صورة حطشين هاي أختنا انسجام يعني هو الشاقة يعني على الرغم من مرضه وما يقدر يوقف يعني لازمي أخوتي مننا أنا والولد أصدقاء ويريد يوقع لآخر لحظة فقلت لهم لازم تأخذوه قالوا إيه رح نأخذه المستشفى انصعقنا أنه توفى يعني لحظات الأخيرة معالي والله أنا يعني أتذكر كنت طالعة بزيارة يعني ميدانية وفوجئنا بهذا الخبر إجينا مباشر للبيت لقينا تشيع يعني أريد نلحق هم جايين من المستشفى أريد نلحق بيهم حتى نطلع وياهم للنجف تعرف كان كورونا والدخولية شوية صعبة فسهلنا همين أمر الدخول يعني كثير واحدة من الإعلاميات اللي فعلا تأثروا بهذه الفاجعة أخونا كان يعني مو يعني هو صح قامة شعرية لكن إنسان إنسان يطالب بحق الآخر وإن الناس كانت ما تطلع لكن رب العالمين هو كان يطلع الله يرحمه برحمته الله يرحمه برحمته الله يرحمه برحمته الواسعة. لا زين عرفنا الرجال وعرفنا النساء سولفنا عن الزوج سولفنا عن قوة المرأة وعن الزوجة لما يتفرقون من يجمعهم الزوج والزوجة المرأة والرجل الحب أكيد الحب والأولاد لكن الحب قبل الأولاد من يجمعكم أنت وأبو علي لما يصير أي اختلاف على قضية على موضوع تختلفون على شغلة معينة بالأولاد أكيد العشرة العشرة أيضا لها دور عشرة السنوات الكبيرة المحبة والأولاد أيضا يجمعون إحنا ما صار بيناتنا يعني خلافات كبيرة يعني فعلنا الخلافات البسيطة بخصوص العمل التأخير كذا ما قلتي لي تأخرتي هاي الأمور يعني اللي تصير عندنا أي تمام يقعد يشاهدك أبو علي لما تطلعين على الشاشة سواء لما كنت مذيعة أو لما مو دائما لا مو دائما
مو دائما يتابع ابو علي، يعني اهلي يتابعوني اكثر، اهلي يتابعوني اكثر، يجوز من باب الرجل انه هو يغار على زوجته كذا هاي. تمام. ايه. علاوي دخولك بمجال الرياضي، اولا سولف لنا انت شنو يعني هسه مرتبتك وين بالرياضه؟ انا شوي ما عندي تفاصيل عن الرياضه فاريد شوي اعرف من انا درجت بالفئات العمريه مال نادي الزوراء اشبال وناشئين. شلون كان دخولك؟ والله انا كان دخولي يعني من صغير اللي شجعني جدي وانا كنت رافضه طبعا دخول. نعم رافضه جدي باعتباره هو رياضي بطل عالم بالملاكمه. حلو الحمد لله ما طلعت ملاكم. الف تحيه له. الف تحيه له. واستمر هذا المشوار وخلال دعم اهلي يعني بعدين الوالد هم والوالد وافقوا والحمد لله الان في نادي النفط الرياضي. تواجدك وين انت اليوم بالنادي يعني شنو لاعب مهاجم؟ لاعب نادي النفط الرياضي. لاعب وسط. زين شنو تتنبأ للمستقبل وين علاوة؟ من يا ناحيه الرياضه او بالرياضه؟ اكيد شوف بالرياضه هو اللي الوصول للهدف معناته توقفت عن اللي هي اللذه مال شو اسمه بالطريق مال خلال الوصول للهدف. اوكي فايش ما يصير وياك من مطبات نجاحات هاي فهي هاي حالاتها فواحد يخليها يم الله ودائما يسعى للبعيد. منو عرابك بالرياضه؟ من يا ناحية العالمي والعراقي اكيد ميسي ما حد يختلف عليه. زين برشلوني انت؟ اي ام علي من تشجعين؟ برشلونه طبعا. ها برشلونه للنخاع ويا ابني اجباري بس ابويا يزعل. انت حسن من تشجع؟ لا على مستوى العالم ريالي. ريال بس ابويا ما يدخلني للبيت بعد. بس برشلونه اذا ثلاثه في واحد ابويا ريالي. ها. بيوم اللي يخسرون مثلا ريالي. الريال يتصل على ابويا لو بثلاثه بالليل ابويا ما يرفع الخط. حتى يقول له من باع اللعبه يمه يطردهم ما يباعون يطردهم من البيت. بالعراق منو المالي شجع؟ يعني كل الفرق كل الفرق يعني باوع بدات المجامله رياضيه يعني انت فريقك اللي تحبه. شوف انا كل الفرق يعني مع احترام بس انا باعتبار طفولتي بدات بنادي الزوراء وهاي فشويه يصير ميول باعتبار لا باعتبار صغير لا ام علي الزورائيه؟ لا انا جويه اي جويه. هاي شلون؟ انا من والدي كان شرطه وجويه يعني فكنت ادافع للجويه يعني ويا الوالد. اي نعم. زين انت ليش اختارت الزوراء؟ ليش جدك؟ لا انا مو قلت لك انا بحكم طفولتي يعني نشأتي صارت فتحت عيني على هذا النادي. اعرف بس جدك بس حاليا انا احب نادي النفط. لا شرطه هو والدي شرطه وجويه. شرطه وجويه. اي نعم. من منو تنتظر توقيع اليوم؟ منين؟ من التوقيع اللي حرك مستقبلك اللي انت تطمح له؟ واحد يعني مو توقيع ان شاء الله دعوه المنتخب وطني منتخب اولمبي هذا الطموح الاكبر طبعا. يا رب ان شاء الله تستاهل والله بس اخلاقك كلش كافيه. بدوال عمرك الله يحفظك. من اللي وقف لك بالشده مع علي اكثر النساء ولا الرجال؟ والله يعني هو بالدرجه الاولى رب العالمين يعني اكيد هو من يقف بالشده وطبعا النساء للنساء اقرب يعني أكيد الأخوات والصديقات هم الأقرب إلى قلبي يعني اليوم في أي شدة أنت تروح لوالدتك والأخواتك وصديقاتك يعني بعد الله سبحانه وتعالى. تمام. هواي تحملتي إشاعات هواي تحملتي شائعات. نعم. هواي تحملتي الصحافة الصفراء والحمراء وتفاصيل أخرى. نعم. بعد يعني لك شيء من هاي الكتابات؟ أبداً هواء في شبك. عديتي هاي الفترة؟ أي أبداً. تنشرين بيها وتبينين حرقت قلبك وقهرك. كنت اتاذى لان تعرف بالسابق مو مثل الان بدات الناس تتقبل الان تعرف اليوم كثره الاشاعات وكثره الشخصيات بدايه ظهورنا قليل من الشخصيات الاعلاميه اللي موجوده على الساحه يعني بعد عام 2003 شيء جديد. اي نعم شيء جديد وكانوا يتقصدون انه يهينون المراه يعني ودخول المراه صعب الى عالم الاعلام وكانوا يترصدون المراه فقط يعني النقطه اللي ضربوها بها هو ضرب الاعراض حقيقة للأسف. وهاي الأقلام رخيصة حقيقة كنت أتأذى وكنت أصغر بالعمر كنت ما متفاهمة جديدة على هذا المجال ممكن كان لو اليوم يصير مش نفس اللي كان يصير لا طبيعي قبل. جدا طبيعي جدا شنو راح يكون ردك؟ ولا يكون إلي رد أصلا أبدا أتجاهل. حلو. نعم. تشجعين النسوان بعدم الزواج؟ لا مو أشجع النساء على عدم الزواج لكن أحيانا أكو نساء بعض النساء مثلا توصل إلى مرحلة عمرية
ما اجى طرق بابها شخص مثلا يستحق، هي ترفض. مو اهلها يرفضون، هي ترفض مثلا هذا الشخص ما مناسب لي، هذا الشخص ما مناسب الى عمري، هذا الشخص ما مناسب الى، لازم يكون الاختيار دقيق. لا هي هي ترفض يعني لا اهلها هي ترفض. طيب الاهل يبدون يضغطون عليها، كنت تزوجين في مشكله. طيب انا اتزوج شخص انه انا ما مناسب لي، ممكن انا شهر شهرين او سنه واجي وياي طفل وانا مطلقه الى اهلي، افضل وافضل انا قاعده ببيت اهلي معززه مكرمه. من هذا الباب ابدا الزواج اليوم بالعكس يعني منظومه اجتماعيه، اولاد، حياه جديده. لكن المراه اذا ما اجتي قسمتها، اذا ما اجتي قسمتها شو تسوي يعني؟ تجبر نفسها على شخص ما مناسب ودراستها، كمل حياتها ودراستها والله كريم. تمام. المهزوم اذا ابتسم افقد المنتصر لذه الفوز. تعتبرين ابتسامتك مصدر قوه لشخصيتك؟ طبعا اكيد. اصلا ثقافه الابتسامه اليوم هي مدخل للقلوب، يعني مو فقط كونك اعلاميه، اليوم اي شخص يعني انت اليوم من تسافر لاي بلد تسافر تشوف الناس تبتسم. احنا اليوم يمكن فاقدين لغه الابتسامه، يعني بالضبط. تدخل للمستشفى تلقى الكل ضايجه، فانت تبتسم ما حد يبتسم. اي والله تدخل بالضبط. للسيارات هاي النفرات كنا ندخل قبل تلقى الناس ضايجه، ليش؟ حقيقة والله ما عندنا هاي ثقافة الابتسامة، لغة الابتسامة هاي لغة خاصة مدخل للقلوب. بالفعل اليوم ابتسامتك تهزم المقابل. تمام. علاوي انت اليوم خطوبتك خلينا نقول مو رسمية، لو سمعت انه قدم شخص في خطبة البنت اللي انت مختارها وخلاص اهلها وافقوا، اهلها وافقوا، شو راح تكون ردة فعلك؟ والله هو اللي يحبك حتى لو اهله يوافق وما يوافق، فلازم يكون اكو اصرار. اي طبعا. طيب ضامن لو انت يعني خلاص انت عشت تجربه الحب، وام علي امراه اعلاميه ومنفتحه وتعرف الحدود وين تكون، لو سمعت انه اعتراف من اختك انه علاوي اكو ولد يحبني واحبه، المواصفات الاخلاق والتربيه والكذا، واني احبه وهو يحبني، شنو راح يكون جوابك لاختك؟ مختلف اكيد. شوفوا احنا يعني مجتمع شرقي، يعني نتقبل الشغل على نفسنا بس ما نتقبلها على غيرنا، مع العلم هي ما بيها شيء. اي والله اي والله يعني هي ما بيها شيء. نتفاهم انا وياها بعدين. زين. ليش انت يعني هي ايضا من حقها تختار الشخص اللي هي تريده. طبعا بس يعني بالمرحله المناسبه مو بهذا عمرها. خلاص انا اشوفهم علم علي انت الام في راح تقولين. لا انا اكيد يعني ما اوافق. ايوه ما اوافق. ما توافقين؟ لا طبعا. انا لولا انه اعرف يعني انه يعني هذه البنت وابني واصلين الى مرحله ما قدرت، يعني هي لو كانت في بداياتها يمكن كان اعترضت يعني وكان يعني عمره اصغر مثلا 14 15 مراهقه، لكن عمره 18 سنه ورجل وهو مختار وشفت هالبنيه جيده يعني بعد خلص بعد هم بادين صار لهم سنوات زين، لكن كبنتي لا اخاف عليها حقيقه. لا مرحله صعبه. وصفات النسيب اللي ترضى عليهم علي. اولا يكون رجل محترم كيس، هاي واحد، ملتزم دينيا ايضا، يعني أنا اللي يعرف الله سبحانه وتعالى يعرف حقيقته، يعرف حق المراه، يعرف حق رب العالمين، حق يعرف حق زوجته، يحترمها ويقدرها ويحبها. اللي يحب زوجته يحترمها، اللي يحب زوجته يقدرها، اللي يحب زوجته ينفق عليها، هذا الحب. اللي يحب زوجته يحب اولادها، ياسس له بيت نظيف ما يخونها، هذا الرجل يكون مضحي. اذا شفت اليوم وبوجه هذا المحب الصدق مشتريها البنتي لا والله. حلو هذا الكلام ام علي. طبعا اكيد حقيقه يعني ينبع من قلب نظيف. الله يحفظك. وبالتالي احنا ايضا بمثابه اولاد طبعا. طبعا احنا نتمنى لكل بناتنا اكيد. يا رب يا رب. الله يسلمك. زين صار لك 15 سنه بالاعلام او اكثر يمكن؟ اكثر. نعم. اكثر. اجمل محطه مريتي بها خلال كل هذه الفتره وين؟ لحد الان تقولين هي هاي اجمل محطه بالحياه، اجمل موقف، اجمل يوم، احلى يوم صورت به. هو اول يوم ظهوري بالتلفزيون اكيد يعني. اول يوم؟ طبعا، اول يوم ظهوري بالتلفزيون كمذيعه اخباريه، يعني اذاعه الاخبار شيء كبير يعني. يمكن اليوم تقديم البرامج كذا، ممكن انت اليوم تخطا بشاشه، ممكن انه تغافلها بضحكه كذا،
حقيقة ممكن إن، لكن أنت كإذاعة أخبار وساعة على الشاشة وما ترمش لك عين وما تخطأ لك بحرف والناس تتابعك، لا هاي هاي أشوفها فد خلاص ما طول بعدك أنت بكاميرا الميديوم. نعم. ماذا لو عاد معتذرا؟ من؟ بدي خطأ بحقك. أسامحه لكن ما أنسى. لكن ما أنسى خطأ. حسب نوع الخطأ. ممكن أكو خطأ وأكو كبيرة. لا أكو خطأ وأكو كبيرة. الخطأ عادي يمشي لكن أكو كبيرة لا. ما تختفر. البكاء ضعف أم قوة؟ الناس تراه ضعف لكن أنا أرى قوة أحيانا في بعض الأحيان. شنو تقول لوالدك اليوم؟ آخر سؤال هذه. والدي يعني أب مثالي يتمنى كل ابن صراحة. أي والله. نعم. حلو. من الأغلى الأم لو الأب؟ هاي شنو هذا؟ ما ارجع لك اذا يقولوا لك منو اغلى قول امك. ام علي كلمتك الاخيره اليوم ومرت ساعه كامله بهمسه حقيقه، فهذا الحوار الجميل مع ضيفه مثل حضرتك وسيده مجتمع رائع. الله يحفظك، اكيد الاوقات الحلوه وياكم تمضي بسرعه. نشكركم ونشكر كادر البرنامج ونشكر اداره القناه على هذه الاستضافه، ونتمنى ان نكون خفيفين الظل على حضراتكم. اكيد ام علي يعني رمضان كريم اليوم على كل من يشاهدنا. ربي يحفظك ويوفقك وان شاء الله اشوفك عمر الدهر كله باجمل محطات الله الاعلام. الله يسلمك. الله يسلمك علاوي، كلمتك الاخيره وان شاء الله نكون حاضرين بزواجك. شوي استعجل. لا متاخر. شكرا لك وشكرا للكادر الموجود بالقناه، شكرا للقناه وشكرا للمتابعين جميعا، وان شاء الله كنا خفيفين الظل عليك يا حبيبي. كل التحيه امانه، سلمونا على ابو علي ان شاء الله. تعالى ان شاء الله. الله يحفظك. شكرا جزيلا. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم الى ختام هذا الجزء من ليالينا في رمضان. اكيد نروح الى فاصل، بعد الفاصل مشاهدينا الكرام تحضروا، ارقامنا راح تكون موجوده لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم في هذا الجزء الاخير من الحلقه. اجمل تحيه لام علي وعلاوي متقانا بعد الفاصل. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام بعد ما غادرتنا الإعلامية انسجاب الغراوي وابنها علاوي، أجمل تحية لكم. ومشاهدينا الكرام، أرقامنا جاهزة لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم. جوائزنا اليوم مقدمة من مركز الكوافير بسام بغداد الربيعي، وجائزتنا الثانية مقدمة من مطعم كيلو كباب بغداد السيدية شارع قطر الندى مجاورز نودل الحمداني. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم. اليوم عندنا أربع جوائز، ثلاث جوائز من الكوافير بسام وجائزة من مطعم كيلو كباب وجبة فطور لثلاث أشخاص. أجمل التحايا وأرقها لأجمل وأروع مشاهدي برنامج ليالينا في رمضان في هذه الأمسية الرمضانية الجميلة. فنأخذ اتصالات. تمام. ألو 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 ألو، رمضان كريم. ألو السلام عليكم. نية هلا، منو جاية؟ شيماء. شيماء. شيماء سالم. شيماء شنو؟ شيماء سالم. شيماء الطائي. شيماء الطائي؟ لا لا، شيماء سالم. سالم من بغداد؟ اي من بغداد. تمام. شيماء شلون رمضان وياك؟ والله الحمد لله. يلا سؤالنا يقول، يلا شوي حتى نفتح ناخذ اكثر عدد من الاتصالات. سؤالنا يقول ما هو؟ اتمنى افوز ويا بسام. ان شاء الله تفوزين. يوم عندنا ثلاث جوائز من بسام، فان شاء الله تكون. انا والله ما عندي حظ يعني بالقرعه ابد. لا لا ان شاء الله عندك حظ ان شاء الله. قولي يا الله، ترى هاي الكلمه قاعده مو صحيحه. يلا سؤال يقول ما هو الحيوان الذي يسمى بسفينه الصحراء؟ شلون اختيارات؟ حيوان يسمى بسفينه الصحراء. اختيارات الحصان. هي الحصان. الماعز. الجمل.
الدمع. إجابة صحيحة، شكرا لاتصالك. نأخذ اتصال آخر، نقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، من ويانا؟ ريم هادي من بغداد. ريم هادي من بغداد، رمضان كريم يا ريم. رمضان كريم علينا وعليك يا رب، ربي يحفظك ويسلمك ويوفقك ويهنيك بكل حياتك وتحققين كل ما تريدين من هذه الحياة. ريم، ريم. نعم. جاهزة للمسابقة؟ إن شاء الله. سؤال سهل. يلا. ماذا يسمى؟ ماذا يسمى سائق السفينة؟ ما أسمع بس الحس ناطي. اللي يسوق السفينة شنو يسموه؟ قبطان. إجابة صحيحة. قبطان إن شاء الله. إجابة صحيحة. يلا اتصال آخر. ألو. ألو، مرحبا أمير. ميت هلا، من وياي؟ ليال أمير من بغداد. أمير؟ ليال، ليال، ليال أمير. ليال، ليال. أمير من ليال. بغداد. نعم، باللام بالأخير، لام. لام، تمام. نعم. ليال. سؤالنا يقول. نعم. يلا، كم عدد صايات الدومينيو أو الدومنة؟ هاي صعبة. راح أعطيك خيارات. ملعبة دومنة، إي نعم. 12 لو 28 لو 29. 28. ها؟ 28. 28 إجابة صحيحة، تحياتنا لك، وإجابتك خطأ حسن. ياخذوك طارئا. ناخذ اتصال آخر. ألو. ألو، مساء الخير. ميت هلا يا حبيبي، رمضان كريم. علينا وعليكم، في دول قلبك. شلون استاذ؟ يا عمري، من وياي؟ انا سامر امير، اللي يشارك دائما بسموالتي وتدعي لك بدايه رمضان على المطعم الراقي باسم نضال كمال حميد. ها، انت فزت ويانا؟ ايه ايه. واستلمتها الجائزه؟ المريضه اللي قلت لك فيها خطيه. استلمتها الجائزه؟ نضال كمال حميد، انا سامر امير عبد الجليل، بشارك بسموالتي وقتها من قلت لك مريضة خطية وعيد ميلادها كان. أنا مو جاي أفهم صوتك بصراحة. سامر أمير عبد الجليل. سامر أمير، أنت فزت ويانا قبل؟ اللي شاركت بسموريتي قلت لك مريضة وأنت ساعدتني. تمام. كنت خسر روح المطعم. إجيت استلمت الجائزة؟ إجيت استلمتها؟ طبعاً. تتشكر منك. يا حبيبي، ألف عافية، شلون كانت شلون كان الفطور؟ بالمطعم طيب وأنت أطيب منه. يا حبيبي تحياتنا إليك وأبو فرح، وتحياتنا لكل إدارة مطعم كيلو. هم أديان والدتي نضال كمان. يا حبيبي يلا، جاهز تدخل ويانا؟ يلا، بلكي تجرب حظك مرة ثانية. سؤالنا يقول. بيها مجال ندخل والدتي وعين نضال كمان؟ لا، خلي ناخذ أكثر عدد من المتصلين يا حبيبي. يلا. اذكر لي موقف كوميدي مؤثر. يلا. موقف كوميدي مؤثر. اكلنا الكباب بدون مقبلات، طبعا ما في مقبلات، كل رحت المطعم بدون مقبلات؟ بدون مقبلات. هو اهم شيء نزلوا لك المقبلات. تحياتنا لك يا حبيبي، دخلت ويانا بالقرعه. ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو، السلام عليكم. ميت هلا يا حبيبي، رمضان كريم. علينا وعليكم ان شاء الله. قلبه من ويانا؟ نبيل ماجد. نبيل شنو؟ ماجد. ماجد من وين؟ بغداد. يلا جاهز السؤال؟ ان شاء الله. سؤالنا يقول اكمل المثل، خير الكلام ما قل ودل. اجابة صحيحة، تحياتي لك يا نبيل. ناخذ اتصال اخر نقول الو. الو. الو، رمضان كريم. الله يتقبل ان شاء الله، رمضان كريم. يا حبيبي، من ويانا؟ نتصل من الواسط، من واسط. منو؟ من واسط. اسمك؟ من محافظة واسط. اسمك؟ ناصر حسين. ناصر حسين، من وين من واسط؟ من الصوارة. نعم؟ من الصوارة. من الصوارة؟ اي نعم. تحياتنا لكل اهالي قضاء الصوارة، اجمل تحية لهم. يلا سؤالنا يقول ما هو. نعم. سؤالنا يقول ركز ويا يا ناصر، ما هو اول طائر ظهر على الارض؟ نعم.
أول طائر ظهر على الأرض؟ أول طائر الغراب. إجابة صحيحة، شكرا جزيلا. نأخذ اتصال آخر، نقول ألو. ألو 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 أتمنى توطون صوت التلفزيون حتى نسمع اتصالكم بكل وضوح. اتصال ألو. ألو السلام عليكم. مية هلا، رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم أجمعين يا ربي. كل الهلا كل الهلا. منو يعني؟ إيمان داود. نعم؟ إيمان داود. إيمان داود من وين؟ من زعفران. كل الهلا بإيمان. من زعفرانية. تحياتنا لكل أنا أهل. طبعا أول بداية رمضان شاركت. إي. بس ولا طلع حظي أبد. يلا اليوم عندنا أربع جوائز، إن شاء الله تكونين من بين الفائزات، أوكي؟ يلا سؤالنا يقول ما هو مفرد كلمة عناكب؟ شلون؟ مفرد، نصينا صوت التلفزيون حتى ما ينقطع الاتصال. ما هو مفرد كلمة عناكب؟ والله ما أعرف، غير لي إياه. راح أدخلك بالقرعة، قهرتيني. شكرا جزيلا لاتصالك، اتصال آخر، ألو. ألو السلام عليكم. أهلا أختي العزيزة، رمضان كريم. رمضان كريم وياك. منار قيس نوح من بغداد. منار قيس نوح من وين؟ نعم. من بغداد؟ من الشعب. كل الهلا بأهالي الشعب، شكرا لمشاهدتكم. يلا الله يسلمك. ما هو مفرد كلمة عناكب؟ عنكبوت. لا، إجابة خاطئة. ممكن تحاولين مرة ثانية. شنو عناكب؟ مفرد كلمة عناكب. هو أنا عنكبوت يعني أكو غير شيء. إجابة خاطئة، شكرا جزيلا لاتصالك. راح أدخلها بالقرعة، خطية لأن اتصلت، خطية لأن اتصلت، بس أنا ما أنطي الإجابة الصحيحة، أنا أختبر معلوماتكم. اتصال آخر، ألو. السلام عليكم. مية هلا يا حبيبي. رياض أمير من بغداد. رياض أمير من بغداد، من وين من بغداد؟ والله من المحمودية. من المحمودية؟ نعم. يا حبيبي رياض. نعم. شلون رمضان وياك الأيام الأخيرة؟ نعم. شلون وياك؟ والله الحمد لله على كل حال. يلا رياض، ما نعم. هو مفرد كلمة عناكب؟ عنكبوت. إجابة خاطئة، شكرا جزيلا لاتصالك، بس راح أدخلك بالقرعة، ما أخسر اليوم أحد. اليوم شك واحد يقول لي ألو أدخله بالقرعة. ألو، قلبه حنين. السلام عليكم. مية هلا يا عمري، من ويانا؟ حبيب قلبي، علي عبد العباس من الناصرية. نعم؟ علي عبد العباس من الناصرية. والله ما دا أسمع اسمك. علي عبد العباس من الناصرية. علي عبد العباس، هسه سمعتك واضح، من الناصرية؟ إي حبيبي. من وين من الناصرية؟ من سيد الخيل. آه، تحياتنا لهذه المحافظة الراقية، الله يحفظكم. يلا. الله يحفظك. ما هو مفرد كلمة عناكب؟ معود غير لنا السؤال. ماكو، أو ما غير اليوم، ما اليوم ابقى نهايه الحلقه. انت فايز وياي. الا ندخل على رحم الله وديك. اخوي على ابو حسين، انت داخل وياي بالقرعه، بس شنو الجواب برايك؟ والله ما ادري ايش اقول لك، هاي الكلمه عناكب يعني المفرد مالتها شنو؟ راح ادخل بالجوجل ترى. لا يلا، شكرا لاتصالك، دخلتك بالقرعه. اتصال اخر، الو. اليوم باغي. السلام عليكم. مية هلا، رمضان كريم. رمضان كريم مجموعين ان شاء الله. يا حبيبي من وياي؟ ليث من النجا. ليث؟ اي من النجا. ليث شنو؟ ليث رياض من النجا. ليث اياد، ليث انت دخلت ويانا بالقرعه حتى نقدر ناخذ الاتصالات اللي بعدك، تحياتنا لك. ناخذ اتصال اخر، اي واحد راح يقول الو اسجل اسمه على السريع بالقرعه. يلا الو، من ويانا؟ احمد محمد شاع من بغداد. كل الهلا ابو شهاب. احمد محمد شاع. يلا احمد دخلت ويانا بالقرعه، انتظر الى نهايه الحلقه، ناخذ اتصال اخر. الو الو الو، من
مساء النور، منو يعني؟ معتز علي. معتز من وين؟ من بغداد. يلا معتز دخلت ويانا بالقرعة، تحياتنا إلك. ألو ألو ألو، يلا على السريع اتصال آخر. ألو السلام عليكم. مية هلا، منو ياي؟ سيف سامر أمير. سيف؟ سيف سامر أمير. من وين؟ من بغداد. من بغداد، يلا دخلت ويانا بالقرعة، تحياتنا إلك. اتصال آخر؟ نعم؟ ألو السلام عليكم. ألو، منو يعني؟ علي من ميسان. علي شنو؟ من ميسان، علي جاسم من ميسان. علاوي دخلت ويانا بالقرعة، تحياتنا إلك. ناخذ اتصال آخر، نقول ألو. ألو مساء الخير. مساء النور، منو يعني؟ مروة سعدي من بغداد. مروة دخلت ويانا بالقرعة، تحياتنا إلك. اتصال آخر، ألو. يلا بقالنا اسمين فقط. ألو اتصال آخر، ألو. يلا عندنا بس اثنين، ناخذ بس اتصالين. ألو ألو، رمضان كريم. ألو 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 ألو، مرحبا عيني. مرحبتين، من ويانا؟ ألو من ويانا؟ ألو مرحبا. مرحبا سارة كريم. سارة كريم. سارة كريم من وين؟ سارة بتا بتا. سارة كريم من بغداد. سارة كريم من بغداد. سارة بتا بتا، مو بسين بتا. والله سجلتها والله. نعم دخلت ويانا بالقرعة، تحياتنا لك. آخر اتصال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، من ويانا؟ أنا ويا شهرية جاسم من نهروان، هاي رابع مرة أتصل بيكم وتربحني. فايدة من عندك ومن المخرج مال بسام. يلا يلا راح تدخليني ويانا بالقرعة بدون سؤال، يلا انتظر. دخلتك يانا بالقرعة، تحياتنا إليك يا خيرية. مشاهدينا الأحبة، وصلنا إياكم إلى إجراء القرعة. اليوم عندنا أربع جوائز، ثلاثة مقدمة من الكوافير بسام بغداد الربيعي، والجائزة الثانية مقدمة من مطعم كيلو كباب بغداد السيدية، شارع قطر الندى، مجاور زنود الحمداني، بإدارة السيد أبو فرح. راح نشوف منو اربع فائزين اليوم ويانا. يا رب ان شاء الله يعني اقدر اساعدكم، لان انا احبكم وانا ابنكم وانتم متصلين رائعين. فناخذ اول رابح ويانا. ايمان داوود فزتي. خطيه فازت. ايمان داوود فازت ويانا بجائزه مقدمه من بسام. ايمان داوود، ناخذ الاسم الاخر. مروة سعدي المتصلة ما قبل الأخيرة. مروة سعدي. مروة سعدي، دقيقة بس. مروة سعدي فزت ويانا يا مروة بجائزة مقدمة من بسام. يلا ناخذ الرابح الثالث من بسام. رياض أمير من بغداد. رياض أمير من بغداد، ألف مبارك يا رياض. مقدمة هذه جائزتك مقدمة من الكوافير بسام. نأخذ الجائزة الرابعة والأخيرة مقدمة من مطعم كيلو كباب، وجبة فطور لثلاث أشخاص. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نبيل ماجد من بغداد. نبيل ماجد من بغداد. نبيل نبيل ماجد كيلو. أختم هنا أستاذ حسان. يلا مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام هذه الأمسية رائعة جدا جدا جدا. أجمل تحية للمتألق المخرج الرائع إحسان أكرم، إحسان كاظم الكعبي، اللي هو حلاوة البرنامج حقيقة. أجمل تحية لك أستاذ، وأجمل تحية للمعد حسن الواعد، وأجمل تحية للمصور حسن ماجد وأحمد وعباس بالصوتيات وبالسيجي، وكل حتى مراد أجمل تحية لكادر
قناة دبليو تي في وطن وإدارتها الموقرة. بالختام أجمل تحية لأفران الطاحونة بغداد العرسات على تقديمهم هذه الحلويات، وتحياتنا أكيد لكل اللي قدموا لنا اليوم جوائز. ملتقانا باكر، حلقة مميزة أكيد إن شاء الله، نفس الزمان نفس المكان. مع السلامة.